صباح الخير. النهاردة اليوم مشرق ولطيف، فقلنا هننزل نتمشى في الشارع ونرجع تاني. مش هنروح أي محلات أو أي أماكن تجمعات، هنمشي في الشارع، وفي جنينة ورانا فهننزل نتمشى في الجنينة دي. كده هنبقى بعاد عن الناس، بعاد عن اختلاط مباشر بيننا وبين الآخرين، لكن في نفس الوقت هنتهوى شوي. وده خلاني أفكر في إيه الأنشطة اللي تعتبر من محفزات السعادة، لأنها بتخلي جسمنا يفرز دوبامين اللي هو والأندروفين اللي هي المحفزات السعادة، وإيه البدائل اللي ممكن نعملها. فأنا توصلت، أو النهاردة هتكلم على 4 أنشطة من الأنشطة اللي بتخلي الناس يحسوا بالسعادة المؤقتة. خدوا بالكم، وبكررها أكتر من مرة، إن السعادة شعور مؤقت لحظي. موقف معين بيجيب لي سعادة، حدث معين بيعمل لي سعادة، إنما إن إحنا نبقى في سعادة طول الوقت ده مش هو ده الصح. ان احنا نكون في استقرار طول الوقت، ان احنا نكون في رضا طول الوقت، ان احنا نكون في توازن طول الوقت، ده ممكن. ولكن احساس السعادة نفسه احساس مؤقت بيروح وبيجي، وبتيجي غيره احاسيس تانية مختلفة. والاحاسيس دي مهمتها ان هي بتلفت نظرنا لحاجة يا اما نعملها يا اما حاجة ما نعملهاش، يا اما موقف معين نمشي منه يا اما موقف معين محبب نفضل فيه. فايه هما الانشطة؟ النشاط الاولاني هو الشوبينج، الشراء. والشراء بيختلف من شخص لشخص. يعني مثلا والدتي لما كانت بتروح سوق الخضار كانت بتبقى سعيدة جدا، بتبقى سعيدة جدا لما تشوف الفواكه والخضار والحاجات دي، فده بالنسبة لها كان احساس لطيف. ليا صديقة من الصديقات بتحب تروح المحلات اللي هي فيها أدوات المطبخ ومستلزمات البيت والحاجات دي. أنا ما بحبش ده. أنا حاجتين بحب أتفرج عليهم وأروح أعمل شوبينج فيهم، طبعا أكيد أنتوا عارفين، الهدوم والهدوم الحريمي. يعني الهدوم الرجالي ما بتدينيش السعادة اللي أنا بحسها لما بروح اتفرج على، يعني اعمل شوبينج لهدوم حريمي. وكمان الفرنتشر اللي هو الموبيليا والديكورات، دي الشوبينج اللي بيعمل لي سعادة. طيب دلوقتي خلاص مش هنقدر نخرج، مش هنقدر نعمل شوبينج، سواء whatever بقى اللي بيحبه فينا اي حد يعمل ايه. فتفتق ذهني على ان احنا نعمل شوبينج في البيت، لان في حاجات في البيت كتيرة جدا جدا جبناها وتخزنت وتركنت ونسيناها، ما استخدمناهاش كتير، ما بنستخدمهاش كتير. فقررت ان انا اعمل شوبينج في بيتي. طبعا ابتديت الاول بدولابي، فدخلت ابص على الحاجات اللي بقالي كتير قوي ما لبستهاش، وقعدت اقيسها واشوفها، يا ترى لسه جاي عليا ولا وسعت ولا ضاقت ولا ايه بالظبط. وانا عندي مرايه طويله فببص لنفسي، فاحساس الشوبينج موجود. لو حد فينا مثلا بيحب الشوبينج لأدوات المطبخ زي صديقتي، أكيد في الإدراك بتاعة المطبخ فيه في حاجات ما استخدمناهاش، كاسات لمش عارف إيه وحاجات لإيه، نطلع أكتر حاجة ما استخدمناهاش في بيتنا ونطلعها ونحاول إن إحنا نستخدمها نعمل حاجة فيها. النهاردة هنشرب العصير في كاسات مثلا، الكاسات اللي بنطلعها لما الضيوف بس ييجوا، لا لا لا، إحنا نفسنا الضيوف ويلا وهنقعد ونزبط قعدة لطيفة. زي أنا مثلا طلعت كل الإشربات اللي عندي وقعدت أبص، ده أنا جبته في الوقت الفلاني، ده لذيذ، ده لطيف، ده لفيته، ده عملته. فدي يعني للناس اللي هي زي حالتي بتحب الشوبينج. ده الاكتيفيتي الاولانيه. الاكتيفيتي التانية اللي
بتفرز محفزات السعادة اللي انا قلت لكم عليها دي الفيديو جيمز. ومش بس الفيديو جيمز، كلنا بنلعب جيمز على السيلفون بتاعنا، بتختلف من شخص لشخص، لكن بشكل او باخر بنحب الفيديو جيمز او الجيمز عامة. الفيديو جيمز والجيمز ليه بتعمل لنا احساس السعادة دوا؟ لانها احنا بنقدر مستوى مهارتنا في اداء اللعبة بيزيد وبيعلى من مستوى لمستوى من مستوى لمستوى، وده بيدي مخنا نفس احساس الانجاز. انا انجزت حاجة، انا حققت حاجة، انا طلعت من مستوى لمستوى. في الجيمز بيبقى فيها كوينز بتجمعها، فلوس، دايموند، روبيز، حاجة بتجمعها في الجيم، وكل ما الرصيد بتاعنا يزيد في الحاجات دي يدينا برضو احساس زائف بالانجاز والحاجات دي. طيب نعمل ايه؟ ما احنا قاعدين في البيت. نحدد وقت. انا قلت لكم صديق من اصدقائي هو التايمر، انا هقعد العب فيديو جيمز، او ابني هيقعد يلعب فيديو جيمز، او انا هقعد العب في الجيم بتاعتي. بحدد لنفسي تايمر، فاول ما يعمل تتتن 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 خلاص بقفل وبروح لنشاط اخر. الحاجة التانية كمان احنا ممكن نستفيد قوي 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 من الانترنت على اليوتيوب، وندور على حاجات ما كناش بنتفرج عليها. يعني مثلا انا علمت صديقة من صديقاتي ان هي تتفرج على الدوكيومنتريز، على الافلام الوثائقية. دي حاجة كنت بعملها انا وجوزي من زمان وبنحبها، وعلمناها للولاد، وكنا بنجيب لهم افلام وثائقية العلمية والتاريخية، سواء التاريخ القديم قوي او التاريخ الحديث. وفي حاجات لطيفة جدا، يعني من ضمن الحاجات مثلا ممكن تدوروا على الاكلات الرومانية القديمة مثلا. ايه ده، عايزين نعرف هم كانوا بياكلوا ايه، كانوا بيعيشوا ازاي، كانوا بيعملوا ايه. خدوا اي كلمتين وركبوهم على بعض واعملوا سيرش في اليوتيوب وشوفوا ايه النتائج اللي ممكن تطلع لكم. هتلاقوا اكيد في حاجات لطيفة جدا. ستات البيوت اللي قاعدة في البيت، فكري كده، قولي مثلا طريقة ترتيب حاجة، طريقة عمل حاجة. نتعلم حاجات، نعرف عن الأمور. هو التلفزيون والأفلام والحاجات دي عبارة عن قصص، والتاريخ كله قصص. خلينا نشوف الناس زمان كانوا عايشين ازاي. يعني انا دلوقتي مثلا مهتمة ان انا اعرف عن الأوبئة اللي حصلت في العصور اللي قبلنا، وباء الكوليرا اللي حصل، الانفلونزا الأسبانية دي برضو كانت قريبة وحصدت ناس كتير قوي، سارس حتى من 2003. مش لازم يعني تبقى اختياراتنا سوداوية زي، لكن انا يعني فكرت، لقيت ان انا حابة ان انا اعرف هو كان في ايه وايه اللي حصل زمان والكلام ده. فدي مثلا من ضمن الحاجات. من ضمن المحفزات السعادة هي السوشيال ميديا. عشان كده بقول لكم ان ليه السعادة احساس وقتي لحظي مرتبط بحدث معين او مرتبط باكتيفيتي معينة بنعملها. السوشيال ميديا دليل على ده، ان احنا واحنا قاعدين بنشوف الدنيا والاخبار ونقرا والميمز والادعية والكلام ده كله، حاجة بتلهي مخنا، فنبقى قاعدين كسلانين مرتاحين، قاعدين في مكاننا وقاعدين عمالين نفر الاخبار، والخبر ده مختلف عن الخبر ده، او يمكن يكون هو نفس الخبر بس مكتوب بطريقة تانية، مكتوب بلغة تانية، عليه صورة مختلفة. طيب تاني نعمل ايه عشان السوشيال ميديا؟ انا طبعا زيكم بتعرض لنفس الضغوط، لان احنا قاعدين في البيت، وكمان في العمارة اللي احنا فيها قفلوا الجيم وقفلوا الساونا وقفلوا اللاونج اللي كنا بنقعد فيه وقفلوا الميتنج رومز وقفلوا كل حاجة، كل
الأوض أو الأماكن اللي فيها أنشطة كله اتقفل، فعشان كده مش هينفع نعمل أي حاجة. فبرضو تاني تايمر، بحدد تايمر وأقول أنا مش هزيد عن في القعدة دي عن ربع ساعة، واظبط المنبه ربع ساعة وافتح الفيسبوك واقعد افر في الاخبار والحاجات والكلام ده. اول ما اسمع رنة المنبه بتاع التليفون اقفل وخلاص واقوم اشوف حاجة تانية اعملها. كمان في حاجات تانية ممكن نعملها. انا كتبت 27 نشاط ممكن نعمله بدل السوشيال ميديا. ثم الاقي الورقة، يعني 27 فكرة لاستغلال الوقت بدل السوشيال ميديا، وكلها ما بتستغرقش اكتر من 15 دقيقة، ربع ساعة. مثلا من ضمن الحاجات ان احنا نعمل فيس ماسك، وفكروا كده تعملوا كمان لجوازاتكم ولأولادكم شوية زبادي وشوية عسل وشوية ليمون، ونقعد وندهن نفسينا ومش عارف ايه، يعني خلاص ربع ساعة ونقوم نغسل وشنا. ادي مثلا حاجة ممكن نعملها. ان احنا نشرب مية بليمون نصحى الصبح بدل ما نقعد نفر في السوشيال ميديا، نجيب المية وندفيها ونعصر الليمونة ونقعد نشرب كده المية بالليمون على روقان. انا طبعا للأسف عندي حساسية من الليمون، ف بستبدلها بحاجات تانية. نحن نرقص، هاتوا الولاد وهاتوا جوازاتكم وحطوا مزيكا وقفوا اقعدوا ارقصوا من غير تنطيط طبعا، عشان ما ننطط ما نزعجش الناس اللي تحتينا، ونقعد نتحرك ونهاف فن. ودي أنشطة وحاجات الولاد بيحبوها، وإحنا الكبار هتبقى سعادة ولطافة وخلاص. breathing exercise، إحنا نتنفس بس نتنفس صح. إحنا نتنفس في 4 عدات، ناخد نفسنا إن 4 عدات ونطرده 4 عدات. ان احنا نعمل ايه، نسمع كتب صوتية على الفيسبوك، اكتبوا كده كتاب مقروء كتاب مسموع كتب صوتية، هيطلع لكم كتب كتيرة قوي 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 ممكن نسمعها. ايه تاني، ان احنا نكلم اصحابنا ونتكلم معاهم، يعني بس طبعا لازم نحدد لنفسنا وقت. نرتب حتة في البيت. انا مثلا شفت كل الحاجات اللي انا كان نفسي اعملها في البيت وكتبت بيها لستة، والنهاردة عملت اول حاجة من الحاجات دي. ان انا كان عندي تابلوهات، انا نسيت الورقة اللي انا كنت اللي كنت بقرأ منها اهي. كان عندي تابلوهات يعني بقالي كتير قوي عايزة اعلقها ومفيش وقت وبنسى والكلام ده. النهارده قعدنا ربع ساعه نظبط ونقيس ونعمل وندقدق ونحط، وعلقت التابلوهين اللي انا كان نفسي اعلقهم. ففي حاجات كتير ممكن نعملها وحاجات نخترعها لنفسنا عشان لا ندمن الفيديو جيمز ولا ندمن السوشيال ميديا ولا اي حاجه. اخر ورابع نقطة بقى هتكلم فيها، اللي هي من محفزات السعادة اللي ممكن تعمل لنا مشكلة في الوقت ده، وهو الاكل. بام بام بام، لان احنا طبعا قاعدين عايزين حاجات نتسلى فيها. طبعا اشترينا حاجات، الكابرتس بتاعتنا مليانة، ممكن بقى ناخد واحدة ورا واحدة، لقمة هنا بسكوتة هنا شيبسياية هنا مش عارف ايه. ممكن الراجل وهو قاعد كده ما تقومي تعمل لنا حاجة حلوة، الكلام ده كله يعني. فنعمل ايه، قررنا ان احنا هنحدد المواعيد اللي هناكل فيها. الفطار كلنا هنقعد مع بعض وهنفطر، من الفطار للغدا احسبوا كده 6 ساعات، مش هناكل حاجة في ال6 ساعات دي. طيب نعمل ايه، احنا محتاجين ايدينا بتلعب عايزة تعمل اي حاجة. فاحنا جبنا الاعشاب،
فلما نسخنها ونحطها في المية ونشربها من غير سكر، اهم حاجة عشان ما يبقاش كالوريز زيادة. يعني احنا مش هناكل الكالوريز بتاعتنا نقوم نشربها، لا، دي فيها سعرات حرارية ودي فيها سعرات حرارية، الاكل فيه سعرات حرارية والشرب فيه سعرات حرارية. فقلنا لا خلاص هنشرب الاعشاب من غير سكر، ان يبقى فيه حاجة داخلة في جهازنا الهضمي، بقنا فيه طعم مختلف، ايدينا ماسكة حاجة وقاعدة عمالة بتتحرك. الادمان ادمان شيء احيانا بيبقى ادمان الحركة المصاحبة لهذا الشيء. يعني مثلا احيانا واحنا مكتئبين ومتضايقين تبص تلاقي الواحد نفسه هفاه على شيبسي عشان الكرانش بتاع الشيبسي وصوت القرمشة والطعم الحادق والاكشن، ان انا باخد الشيبسيه واكسرها في بقي، ده بيبقى جزء من التجربه اللي احنا مدمنينها. فهنقسم الاكل الثلاث وجبات، مش هنزيد عنهم، ما بين الوجبه والوجبه مفيش سناكس خالص، مفيش حاجات خفيفه، ولو اتسلينا على حاجات خفيفه هتكون حاجات ما فيهاش سعرات، زي الشاي اللي هي شاي الاعشاب دوا من غير سكر، خياره، الخيار ما فيهوش كالوريز، فلفلايه برضو ما فيهاش كالوريز. ولو اكلنا حلويات خدوا بالكم، انا من زمان بعمل الحكايه دي، ان الحلويات والحاجات دي بتبقى جزء من الوجبه اللي احنا بناكلها دي، مش بان احنا بناكل وبنملى بطننا وبعدين فوقيها الحلويات، لا، ده بتبقى جزء من الوجبه. فدول الاربع حاجات اللي انا سميتهم محفزات السعاده اليوميه اللي ممكن يبقوا خطر علينا في الفتره دي، وازاي اتصرفنا فيها. لو عندكم حاجات تانية قولوها قولوها لي، يمكن اتعلم منكم. ولو حصل ان انا لقيت حاجات تانية كده برضو حابة اقول لكم عليها، يمكن اشوفكم بعد شوية. اول روبن، يلا وريني لون الاورنج بتاعك. فين اختفى؟ انت بتلعب سبارتان ولا جريك؟ لا، ده مش جريك، ده مش جريك. The enemies are Persians. Persians, yeah. And the battle is not really against Persia. دي اللي هي اللي فيها 300 الأخيرة خالص؟ Yeah. Oh yeah. بس الجرافيكس حلوة.